السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا هاد شنو هي كتسمى التوين. التوين هي التوأم، يعني تايمر. هادي تايمر يعني مؤقت. توين باللونجلي التوينز، وبالاسبانيولية خيميرس، وبالفرنسي ريجيمو. هنا عندنا في هاد اللعبة ديال هاد 20 فيها مثلا 2 3 0 4.0، فيه هنا الام، هنا اون، هنا فيها 60، هنا فيها 5، هنا ال ال ال، هنا فيها ام عاوتاني 6، وفيها هنا هاد لي سكوند والدقائق من هنا كتحقق. فيها هنا اوف تيب اي دي في، فيها مثلا هنا 7 8 1 2 220 فولت. هنا عندنا الكونتاكتور الاول والكونتاكتور الثاني، وعندنا الموتور الاول والموتور الثاني. هنا عندنا المؤقت سميتها التوين، هنا 220 فولت فاز غيدخل هنايا الكونتاكتور، ويخرج ويمشي الموتور. يعني هذا 220 فولت هذا الموتور، هنا الفاز غيدخل هنايا ال ها، ويجي لهنا المحرك، فهمتي؟ يعني 220 فولت. انا درت لكم بحال هكا، ومن هنايا غيخرج خيط عاوتاني غيجي 7 و8، شتي؟ ها هنا فاز دخل ال ال اه، خرج من تي ان ديال الكونتاكتور ومشى للمحرك، وجا عاوتاني من هنايا مشى ل7 و8 ديال هاد التايمر مؤقت زمني التوين. ومن هنايا دخل الواحد وخرج من تي واحد ومشى للمحرك الثاني ديال 220 فولت. الفاز النوتر جا دخل هنايا ال دو، خرج من تي دو اللي هو نوتر ان، وجا اليمونتا، هاهو جا اليمونتا ا دو، وجا من هنا اليمونتا تايمر جوج رقم جوج. من هنا النوتر غيجي عاوتاني من هنا غيمشي ال دو، ويخرج من تي دو ويمشي المحرك، ومن هنايا غيجي ويمشي ادو ادو. من هنايا غيخرج ادو ا1 ديال هاد الكونتاكتور، غيخرج من ناحية الخيط ويمشي للخمسة ديال التايمر، و ادو الاخرى ديال هاد الكونتاكتور غيخرج من هنا ويمشي للستة. هوم دا دونك، هادي هي التايمر توين، يعني التوأم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلهم انتم بخير. يعني السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigos mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los videos. Hello my friends, excuse me for delay because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous.